خليني بس في البدايه كده نقطه نظام اطرح علامتين استفهام. علامه الاستفهام الاولى الحقيقه مرتبطه بصفقات الاهلي الجديده، وانا اعتقد انه اغلب ردود الافعال يعني الاغلبيه الكاسحه ان ما كانتش، مش هبالغ لو قلت كل جماهير النادي الاهلي سعيده بالصفقات اللي ابرمها النادي مع الاسماء الجديده اللي هتنضم سكواد الفريق واللي هتشارك معانا في مسابقات طبعا مختلفه. اعتقد انها هتبقى دعم كبير جدا للنادي الاهلي في مشواره في كل البطولات، واولها بالمناسبه كاس مصر، لانه احتمال كبير جدا او الاغلب والجاهز انه صفقات الاهلي الجديده تشارك مع الفرقه في مشوارها في كاس مصر. في الوقت اللي الجماهير كلها فرحانه الحقيقه، ناس كتير جدا طالعه بتتكلم على صفقات الاهلي وبتتكلم على ليه الاهلي بيمضي مع اللعيبه عقود طويله المدى، وليه الاهلي بيدفع الفلوس دي كلها، وليه صفقه زي صفقه بيرسي تاو تتكلف مليون و800 الف دولار. انا هتكلم الحقيقه وهرد في ناحيتين تحديدا، الناحيه الاقتصاديه، ناحيه اللي ليها علاقه بالشق المالي او الجانب المالي من الصفقات، والناحيه الفنيه. الشق المالي بيقول انه النادي الاهلي تقريبا هو النادي الوحيد اللي ليه مردود اقتصادي كبير جدا، سواء من، مش هكلمكم على فكره الرعاه ولا فكره الدعايه والاعلان او البراندنج في استخدام اسم النادي الاهلي، لكن هكلمكم في الكوره على اقل تقدير. هكلم حضراتكم في قيمه جوائز ماليه حققها النادي الاهلي في فتره تقل عن السنه بحوالي شهرين ثلاثه، تقريبا توصل لحوالي 7 8 مليون دولار. بكلمكم على بطولتين افريقيا، بكلمكم على برونزيه كاس عالم انديه، بكلمكم على سوبر افريقي، ده بره تماما يعني قبل ما ادخل في الحسابات فكره الاعارات اللي الاهلي مطلعها سواء جوه مصر او بره مصر، او اكلم حضراتكم عن صفقه لبيع لاعب واحد بس من النادي الاهلي. انا بكلم حضراتكم عن رقم يقترب او يتراوح ما بين 7 و 8 مليون دولار. في نفس الوقت اللي الاهلي بالتاكيد طبعا بيسعى لدعم فرقته من الناحيه الفنيه، بالتاكيد عنده ميزانيه تسمح له يتحرك بالشكل ده. كان متوقع انه انا اشوف السؤال ده بيطرح على انديه ثانيه في الدوري المصري، يعني افهم كويس قوي انه اللي بيطرح السؤال ده حرصا على فلوس النادي الاهلي انه يطرحها على انديه بتنفق مئات الملايين. انا بكلم حضراتكم عن ارقام فلكيه، ارقام او سقف التعاقدات في بعض الانديه المصريه يتجاوز بمراحل كبيره جدا، وممكن اكلمكم بالارقام واقول لكم اسماء لاعبين واقول لكم اسماء انديه على وجه التحديد والمحصله صفر. انا مش هتكلم هنا على اسم نادي ولا هقول صفقه لعيب او لاعبين تمت، لكن لو تبص العقود لاعبين في بعض الانديه المصريه بالتاكيد قيمتها تتجاوز اجمالا ما يتم انفاقه على صفقات النادي الاهلي. والاهم من ده ان مردود هذا الانفاق صفر صفر، ومحدش حط علامه استفهام، ومحدش سال الانديه دي ليه بتصرفوا الفلوس دي كلها، ومحدش سال الانديه دي ايه هو مردود حجم الانفاق المهول اللي بيتم انفاقه في مقابل دعم الفرق بتاعتكم باللاعبين. ده نمره واحد. نمره اتنين، طبيعي جدا فريق داخل يلعب في بطوله افريقيا وعنده رغبه في انه يحافظ على لقبها للعام الثالث على التوالي والمره ال 11 في تاريخه، وطبيعي جدا فريق عنده سوبر افريقي هيواجه فيه الرجاء المغربي، وطبيعي جدا فريق هيلعب في كاس عالم نفسه يحقق فيه انجاز يتجاوز ويتفوق على الانجازين اللي حققهم قبل كده بتحقيق ميداليه برونزيه، انه يدعم فرقته بافضل اللاعبين. هو الاهلي ما يعملش صفقات يقولوا الاهلي ما بيعملش صفقات ليه؟ الاهلي يعمل صفقات يقولوا بتعملوا صفقات ليه؟ شيء الحقيقه غريب ومحير جدا. الجزء الثاني او علامه الاستفهام الثانيه الحقيقه مرتبطه بحجم التجاوزات في الدوري المصري. انا مش بتكلم على اسم نادي وبرده مش بتكلم على اسم لاعب، لكن ثقتي كبيره جدا في انه يعني الاغلبيه العظمى برده من الجماهير الكره في مصر زهقت وتعبت، تعبت من كم القبح، تعبت من كم السفاله والانحطاط اللي بقى جزء من روتين الكره في مصر. لغايه امتى هنستحمل؟ لغايه امتى هنشوف المشاهد دي ونسمع الالفاظ دي اللي بتدخل بيوت المصريين كلهم؟ الكوره اللي كانت جزء كبير جدا من مساحه الترفيه والمتعه عند المصريين بقت جزء الحقيقه للاسف شديد جدا بيضايق المصريين، بيوجع ودانهم وبيوجع عقولهم وبيوجع عيونهم. امتى، خليني اسال سؤال تاني، امتى ممكن يكون في تجاوز، او ايه هو نوع التجاوز اللي ممكن في يوم من الايام يستدعي عقوبه شطب اللاعب؟ القانون او اللائحه او النظام اللي ما بتحققش الهدف منها، اما انه قانون فاشل او اما ان هو قانون فاسد ملهاش تالت.
والسؤال الأهم للناس كلها، مش أنا اللي بسأله على فكرة، السؤال ده مطروح من كل الناس المحترمة اللي بتتابع الحال اللي وصل، الحال المتردي اللي وصلت ليه أخلاقيات كرة القدم في مصر، واللي ناس كتير جدا بتشجع ده للأسف. إمتى ممكن يكون في ردع؟ إمتى ممكن يكون في عقوبة تحقق الردع؟ إيه هو المثل الأعلى أو القدوة اللي إحنا بنقدمها للأجيال اللي طالعة؟ إزاي نمنع حالة القبح والتردي والانحطاط دي وننهي المشاهد المؤسفة دي من ملاعبنا؟